بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في صرح العطاء مع فريق أوفيس 365 تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجي بمحافظة سوهاج. معنا ومعكم اليوم إطلالة تدريبية على برنامج مايكروسوفت فورم. معكم نجلاء فتحي، معلم أول لغة عربية، مدرب معتمد بفريق أوفيس 365، مدرب معتمد بأكاديمية برايم، مدرب معتمد من جامعة عين شمس. النهاردة إن شاء الله هناخد تطبيق الفورمز. يعني إيه فورمز يا جماعة؟ الفورمز يعني إزاي أعمل استبيانات واستطلاعات رأي أو اختبارات للتلاميذ وبعتها لهم أونلاين وتتصحح أونلاين ويشوف استجاباتهم ونشوف درجتهم هتتصحح ازاي. اولا انا هدخل على جوجل، هكتب في محرك البحث اوفيس 365، هدخل على هذا الرابط اوفيس 365 لوجن. لو انا مش مسجل بالايميل الموحد او بالحساب تي 3 للمعلمين، انا بقدر اسجل برقم التليفون، لكن بحضر الاجتماعات كضيف. احنا ممكن نسجل بالتي 3 او بالايميل الموحد للطلاب وللمعلمين. هنا عندي دي الواجهة الرئيسية بتاعت تطبيق الاوفيس 365، ودي كل البرامج. هنا عندي التسع نقاط الشهيرة لتطبيقات اوفيس 365، دي مجموعة تطبيقات الاوفيس. انا ممكن ادخل على برنامج الفورم من هنا واشتغل عليه. ممكن كمان من تحت خالص جميع التطبيقات بضغط عليها، بتظهر لي كل تطبيقات الاوفيس وبختار منها الفورمز بقدر اشتغل عليها. عندي كمان من برنامج التيمز، نختار التيمز، بقدر ادخل من التيمز كمان على الفورمز. معلش ثواني بيحمل. عندي هذا، هدخل على الفرق اللي عندي. هنا مثلا الفريق مايكروسوفت فورم، هدخل على الواجبات، هضغط على الواجبات، هضغط على إنشاء. هنا في الواجبات بيقول لي عاوز ايه، عاوز واجب ولا اختبار؟ انا هقول له اختبار. هنا بيظهر عندي لو انا عامل اختبار جاهز انا ممكن ابعته للولاد او انشئ اختبار جديد من الايقونة دي. احنا مش هندخل في التفاصيل من هنا، انا حبيت اوريكم بس المكان. عندي هنا علامة زائد، ممكن اختار منها تطبيق الفورمز كمان، لكن احنا هنكمل شغل على الفورم. هرجع تاني. دي الواجهة الرئيسية. هنا لو انا عايز ابحث عن تطبيق الفورم هكتب اول، او عن اي تطبيق او شخص، هكتب اول حرف او حرفين منها فهيظهر لي التطبيق فورم فورمس، هي ظهرت عندي. انا ممكن ادخل عليها من هنا. عندي هنا ده اليومي او التقويم بتاعي. انا ممكن لو عندي حاجة عايزة اتذكرها وحدث انا مسجله عندي من الاحداث اللي بتجيني، بشوف التاريخ ايه وعندي ايه النهاردة. لو عايز اضيف حدث جديد من علامة زائد اللي تحت بضغط عليها وبضيف حدث جديد. عندي هنا الترس ده الاعدادات بتاعتنا. من الاعدادات دي بختار اما نسق
صورة أو لون كان محطوط عندي، بحب أغيره وبغيره. عندي هنا تغيير اللغة، لو أنا عايزها اللغة الإنجليزية بغيرها اللغة العربية. عندي الوضع الداكن، ده لو في حد عينه تعباه وعايز يريح عينه بالوضع الداكن بيستعمل الوضع الداكن. لو عايز أخيرا أغير كلمة المرور اللي عندي بغيرها من هنا. هنا علامة الاستفهام دي، في بعض التساؤلات الناس مش بتسألها على الفورمز، ازاي اعمل فورم، ايه مميزات التطبيق، ايه تجربة المايكروسوفت 365، فبيكتب هنا في البحث وبتظهر له نتيجة كل الأسئلة اللي بتدور في ذهنه. هنا عندي مدير الحساب بيظهر عليه اسمي المسجلة بالتي 3 في الملف التعريفي بتاعي. هنا لو عايز اغير الصورة بتاعتي بغيرها من هنا كده. احنا تطرقنا والوان نوت كمان، في ممكن ادخل على الفورمز منه. فانا هنا هنبتدي نشتغل على الفورم مباشرة ونشوف ايه حكاية الفورم ده. عندي هنا دي الصفحة الرئيسية اللي تظهر لي، هنا اختبار جديد، جنبها في سهم منسدل، في خيارات جديدة اللي هو النموذج، لأن الفورمز عبارة عن اختبار أو نموذج. طب احنا عايزين نعرف ايه الفرق بين الاختبار وبين النموذج. الاختبار عبارة عن اختبار الكتروني أو امتحان اونلاين، يصحح تلقائي وتحسب درجاته تلقائي بدون تدخل المعلم إلا لو استخدم أنواع من الأسئلة اللي تتصحح يدويا. طب ايه النموذج؟ النموذج عبارة عن استطلاع رأي أو استبيان، دي طريقة بنجمع بيها البيانات بسرعة ودقة عالية جدا. حضرتك لو رحت بتقدم على وظيفة بيديلك استمارة أو أبليكيشن بتملى البيانات فيها بتاعتك، ولو حصل قبول بيبعتولك عن طريق بياناتك اللي حضرتك غزتها بنفسك. هنا عندي الواجهة الرئيسية، هنا عندي 9 نقاط بتاعتنا. لو انا حاولت اطلع على برنامج تاني او كنت عايزة اطلع يعني استعين ببرنامج تاني ممكن ادخل من هنا بدل ما اطلع من الفورم. عندي هنا بحث، لو انا عايزة ابحث بستخدم البحث. هنا نفس الاعدادات، الاجندة بتاعتي، الاعدادات، التعليمات، مدير الحاسب. هنا الصفحة بتاعتي اول حاجة فيها الاخيرة، دي اخر اختبارات او استبيانات انا عملتها في شغلي. المثبتة دي المفضلة، يعني الحاجات اللي انا بستخدمها كتير ومفضلة عندي، بضغط على المفضلة، دي الحاجات المفضلة عندي. لو حد مشارك معايا اختبار، طب هو يا مس حد يقدر يشارك معايا؟ يعني انا اعمل اختبار وفي زميلي ياخده يشاركه؟ طب وهيشاركه ازاي؟ هنشوف ده كله لما ندخل على جزء المشاركة الأخيرة هنا. طب أنا عندي اختبار عملته، هقدر بعد ما عملته مش عايزه دلوقتي أزيله أو أحذفه؟ نقدر نزيله ونحذف. عندي هنا من ال3 نقاط دول هضغط عليهم. عندي هنا فتح، نسخ، نقل، إزالة من القائمة، مثبت، إزالة من القائمة. طب احنا هنشوف لو احنا حطيناه، لا ده في القائمة مثبت. طب تعال نشوف واحد مش مثبت عشان نثبته، ده مش مثبت كده. طب انا عايزه اضيفه للمفضله بتاعتي، بضغط عليه وتعالوا نشوفه مع بعض المفضله بتاعتي راح لها ولا لا. اهو استماره بيانات المتدربين، فعلا اهو وصل عندي هنا في المفضله بتاعتي وبيكون سهل ان انا اوصل له. طب انا لا خلاص هو مش من المفضله بتاعتي وانا عايز ارجعه مكانه، يبقى هنا هضغط على ازاله من المثبت. تعالوا نشوف الاخيره كمان. انا لو عايز افتح في المستعرض بفتح، لو انا عايز اعمل نسخه احتياطيه ليا بضغط على نسخه احتياطيه. طب انا لو عايز اعمل له ازاله من القائمه بزيله من القائمه بتاعتي. احنا كل الحاجات بنقدر نعملها، من سواء ازيله
أزيله من القائمة، سواء إذا كان نقل، إذا كان نسخ، إذا كان فتح في المستعرض. هنا عندي أنا عايز أعمل سيرش، بحث على اختبار معين من الاختبارات اللي أنا عملتها. اختبار مثلا، ما عندي مجموعة اختبارات كتير، فعايز أصفيها. الصف الثاني مثلا أو الثالث، نعمل ريفرش للصفحة. هكتب هنا في التصفية اختبارات، اختبار الصف الثالث، مفيش الثالث، طيب يبقى الثاني اهو. اول ما كتبت الثاني ظهر لي على طول. طب عايز احذفه، بضغط عليه وبشيله من القائمة او بعمل له حذف. طب هنا هنشوف جميع النماذجي كده، هشوف في نماذج محذوفة عندي. هو ايه النت ضعيف فمش مفعل اهي عندي ده، فانا عايز اعمل له حذف من هنا، هضغط عليه، عملت له حذف. طب انا على كده حذفته خلاص، مش هقدر ارجع له تاني. انا كده حذفته خلاص، مش هقدر ارجع له تاني. لا، من كل النماذج هختار النماذج المحذوفة وهضغط عليها، على الثلاث نقاط دول هعمل له استعادة. هو كده رجع عندي في النماذج الخاصة بي واقدر اشتغل عليه. هنا عندي لو انا عايز من السهم ده بضغط عليه، عندي العرض ده احب ان هو يكون قائمة ولا صورة مصغرة، ده كشكل جمالي فقط، فكل واحد بيختار الشكل اللي بيريح عينه واللي بيستريح فيه. هنا هنبتدي ان شاء الله النهاردة بعمل اختبار جديد، ازاي اعمل اختبار جديد وازاي اصححه الكترونيا وازاي ارسله للتلاميذ، وهل هقدر ادرج صورة، ادرج فيديو، امكانيات الاختبار هتكون ايه. هنشوف الكلام ده مع بعض. هنا عندي الواجهة الرئيسية، عندي هنا عندي الثلاث نقاط دول، اختار منها الاعدادات، دي جزء مهم جدا. الاعدادات، هل النتيجة تختار ان هي تظهر للتلاميذ تلقائيا على طول؟ لو انت عامل الاختبار بتاعك الدرجات بتصحح تلقائي، اللي هي الاسئلة من متعددة الاختيارات، هيبقى هيصحح تلقائي. لو حضرتك مختار في الاختبار بتاعك اسئلة طويلة او لازم تصحح يدويا، انا مش بفضل ان انت تفعلها. طيب حضرتك مين عايز يملى النموذج بتاعك او يحل الاختبار؟ عايز اشخاص من مؤسستك، لاي شخص الرد يمكن، لاي شخص الرد، ولا عايز اشخاص من مؤسستك؟ طب هنا هيطلب ايه لو كان الناس من اشخاص من مؤسستك؟ هنا هيقول لهم عايز تسجل الاسم، بينزل لك تسجيل بالاسم يعني، واستجابه واحده لكل شخص. لو حضرتك عايز الشخص ده يسجل مره واحده بتفعلها، لكن انت لو حضرتك عامل الاختبار ده تمهيد للولاد ان هم يستعدوا للامتحانات ويجربوا عليه، فممكن تسيبها. لكن لو امتحان مهم طبعا مش بتفعلها، لان هو عايزينه يختبر مرة واحدة. لو عندي ولاد معينين انا عايزهم، هعمل لهم بامكان لاشخاص معينين من مؤسسة الرد. يعني لو عندي ولاد غايبين كنت عايز تعمله لهم ناس معينة عندي، يبقى ده هتختاره منهم. عندي هنا قبول الاستجابات، يعني انت عايز الفورم ده لسه نشط وصالح للاستخدام ولا مقفول. طب لو كان مقفول هيبقى شكله ازاي؟ يتعذر على المستلمين، هتظهر لهم الرسالة دي عذرا. ايه
الفرن مغلق مثلا او غير صالح، فاي رسالة حضرتك بتحب تعملها بتعملها، لو ست دي، لكن احنا هنفعل ايه؟ قبول الاستجابات. طيب الاختبار ده عايز له بداية وعايز له نهاية؟ اه عايز له. مثلا هختار التاريخ 19/6. طيب الساعة، الساعة 4؟ لا انا عايزاه، لو عايز الاختبار نص ساعة هتبتدي من النص، مثلا الساعة 7:30 او 8:30. عايز الاختبار 8:30. طب عايز تاريخ انتهاء؟ اه عايز تاريخ انتهاء. امتى تاريخ الانتهاء ده؟ هخليه مش هيظهر لك غير 8:49 45. لا انا عايزه هنا، ابتديت بالنص عشان يجي لي التسعة، لكن لو عايزه ساعة هغير دي من 8، هلاقي التانية اوتوماتيك ايه؟ 9. طب حضرتك عايز الاسئلة تبدل عشوائيا بين التلاميذ، يعني احمد السؤال بتاعه هيبتدي غير محمد، زي غير حسام، غير كل واحد هنبتدي بسؤال مختلف. اه علشان امنع الغش انا ممكن استخدم دي. طب حضرتك عاوز كل كافة الاسئلة تتغير ولا لا؟ طب ازاي يا مس بتقولي كده؟ طب انا كاتب بيانات في الاول مش عايزها تتغير، انا كاتب الاسم، كاتب رقم الكود بتاع التلميذ، كاتب اسم المدرسة، كاتب اسم الادارة، كاتب الفصل بتاعه، انا مش عايزهم يتغيروا. لا خلاص، انت كاتب سؤالين في الاول مثلا او 3 اسئلة، هنخلي من 1 ل 3 مثلا ثابتين، والباقي كله هيتغير. هنا عايز تخصص رسالة شكر للولاد بعد ما يأدوا الاختبار بتاعهم؟ اه هعمل تخصيص رسالة شكر. هنا لان لسه ما اشتغلناش عليه فما فيش سؤال اصلا. هنثبت السؤال الاولاني بس كده. طيب هنا تخصيص رسالة شكر، هعمل مع اطيب الامنيات بالنجاح. ننزل تحت، هنا عايز الرسالة تجي، السماح بإرسال إيصال بالاستجابات بعد الإرسال، يعني الولد بعد ما يبعت الاختبار تجيله رسالة إن هو عمل إرسال. آه عايز أبعتها. طب عايز تجيلك رسالة على الإيميل بتاعك إن كل ولد جاوب، كل ما يجاوب ولد تجيلك رسالة استجابة على الإيميل بتاعك؟ آه عايز كده، تمام. طب عندي هنا جزء مهم تاني، هو جزء المشاركة. المشاركة عندي في الفورم بتنقسم الى 3 انماط. عند النمط الاول خاص بالطالب، النمط الاول خاص بالطالب. يعني ايه خاص بالطالب؟ يعني هنا بيقول لي مين يمكن لاي شخص الرد، هعمل السهم. لو عايز اي شخص يرد ماشي، عايز اشخاص من مؤسستك تمام، بس هنا محدش تاني غير الاشخاص اللي في مؤسستك هيقدر يملى الفورم بتاعك. هنخليها هنا يمكن لأي شخص الرد علشان كل الناس تقدر تملى، لكن لو في حاجة شخصية أو فيها رفع بحث مثلا أو ملف شخصي ده لا يمكن يكون لأي شخص الرد، هيكتفي بالناس اللي مؤسستك فقط. هنا طب يا مس اليو ار ال، الرابط ده طويل جدا، أنا ممكن أعمل له تقصير؟ اه ممكن تعمل له تقصير، تضغط على تقصير الرابط هنا وتنسخ الرابط وتبعته للتلاميذ على الواتس او الماسنجر او المكان اللي بتتواصل فيه مع التلاميذ. لو حضرتك عايز تبعت لهم عن طريق الايميل، بتضغط على الجواب ده البريد الالكتروني وبتدخل الايميل بتاع الولد وتبعته له عليه. لو عايز تعمل تضمين على صفحة سوي، بتعمل تضمين من هنا، من دي علامة التضمين. لو عايز تعمل الباركود، بتنزل الباركود ده والولد بينزل برنامج الباركود على التليفون وبيعمل مسح، فبيدخله مباشرة على تليفونه على الاختبار. احنا اغلب بس مشاركاتنا هنا ان احنا بنعتمد على الرابط، الارتباط، باخد الارتباط من هنا او من هنا وببعته للتلاميذ.
طب كده خلاص انتهت المشاركة عندي؟ لا، عندي مشاركة كقالب. يعني ايه مشاركة كقالب؟ مشاركة كقالب ومشاركة كتعاون. طب ايه الفرق بين الاتنين؟ لو انا عندي زميلي معلم لغة عربية وانا معلم لغة عربية وعايز ياخد الاختبار مني ويبعته للفصل بتاعه كاختبار، مش هيقدر يعدل فيه، لكن الاستجابات هتروح على الايميل بتاعه هو. انا ممكن ابعت له رابط الحصول على ارتباط للتكرار، الحصول على ارتباط للتكرار. هنا بعمل مشاركة تسمح المشاركة كقالب، ده هدي لزميلي. الله يهدكم، الله يحرقكم، غوري. الحصول على ارتباط للتكرار، انا هضغط على الرابط هنا وهبعته لزميلي يبعته لتلاميذه، بس مش هيقدر يغير في القالب ده. لكن هنا رابط المشاركة والتعاون، ده الاختبارات المجمعة اللي كنا عملناها السنة اللي فاتت. مدرس اللغة العربية بيشترك مع الرياضة، بيشترك مع معلم الانجليزي، بيشترك مع معلم الدراسات، فممكن نبعت الرابط لبعض، كل واحد بيملى الجزء بتاعه بيعدل فيه وبيضيف الدرجات وبيعمل الكلام ده. طيب انا مش او الموجه بتاعي ممكن يغير الدرجة بتاعته، او في سؤال يستبدل سؤال مكان سؤال، فانا بعمل الحصول على الحصول على ارتباط للعرض والتحرير. فاهو بيقول لك يمكن للمستخدمين الذين لديهم حساب اوفيس 365 العمل على ايه، العرض والتحرير. تمام، وادي الرابط طلع لي هنا، فانا بعمل نسخ وببعته للموجه بتاعي او ببعته لزميلي مدرس المادة التانية اللي هو بيقدر يشتغل معايا على نفس الاختبار. هنا كده احنا استكفينا يعني كل المشاركة، اللي هي 3 انماط للمشاركة. اول نمط اللي هو ده للتلميذ، النمط الثاني اللي هو سواء كان لمعلم زميل ممكن اشارك معاه القالب، او ممكن مشاركة للتعاون مع الموجه بتاعي او مع زميل ليا في الاختبارات المجمعة. عندي هنا المعاينة، المعاينة دي النسق الاول، النسق هل انا عايز اغير يعني ده شكل جمالي، هل انا عايز الاختبار بتاعي باللون ده ولا عايز اغير. طب نشوف كده التغيير، ممكن اهو ادي الشكل هيبقى بعد ما اتغير. طب حضرتك مدرس ماس، مدرس علوم، ممكن ايه تاخد الشكل ده، شوف الصورة لو حابب تشتغل عليها ماشي اوكي، لو مش حابب ومش عاجبك حاجة من الحاجات دي ممكن من تحت كده من علامة زائد، من علامة زائد، يا اما بتضيف صورة تخصيص لون، بتحط الكود بتاعه، او من تحميل صورة لو عندك على تحميل صورة كده، عندك بحث عن الصورة، لو عندك صورة على الوان درايف وعايز ترفعها ماشي، لو عندك تحميل من الـ النت ماشي. فانا هنضغط على تحميل من هنا، نحمل صورة بينج، صورة للغة، اللغة العربية مثلا، هاخد صورة مكتوب عليها اي حاجة للغة العربية، هعمل سيرش تظهر لي مثلا الصورة دي، هضغط عليها واعمل اضافة. نشوف كده، انا لو عايزها
اخليها، مش عايز الصورة دي مش عجباني بعد ما عملتها. تعال نشوف المعاينة، لسه المعاينة، لا انا مش عجباني الصورة بعد ما حطيتها. طب اعمل ايه؟ تعالوا نشوف النسق كده، واضغط على الصورة دي واعمل لها حذف. كده انا قدرت اغير شكل الاختبار والنسق بتاعه اهو. انا هحط لون، هختار لون من الالوان دي واشتغل عليه. انا عندي هنا المعاينة، قلنا المعاينة دي المراية بتاعتنا اللي بقدر اشوف منها الولد بيشوف الاختبار بتاعه ازاي. بس انا هعمل سؤال الاول عشان نقدر نشوف منه. هنا عندي الاسئلة، دي الاسئلة اللي انا هحطها للتلاميذ. هنا الاستجابات، يعني ايه استجابات؟ انا بعت الاسئلة للتلاميذ، طب هيردوا عليا بالاجابة. طب هلاقيها فين؟ هنا في الاستجابات عندي. طيب هنا في الاستجابات في استجابات، لما فيش استجابات ووقت متوسط وقت الاكمال لسه ما فيش. لو انا عايز اعمل له شيت اكسل بعمل شيت اكسل. هنا مغلق لاني في الاعدادات عملنا عدم قبول الاستجابات، فهنعدلها تاني لما نشتغل. عندي هنا الاسئلة، اختبار بدون عنوان. طب يعني ايه بدون عنوان؟ لازم اغير العنوان بتاعي. هكتب اختبارات مثلا، اختبارات مجمعة للصف الثالث. هنا بيقول لك ايه، عايزين صورة، ولا ينفع احط صورة ولا مينفعش؟ هضغط على ادراج صورة، فانا ممكن احط صورة اهو، صورة اطفال مثلا، حاجة كده يعني ايه محبب للاطفال، صورة اطفال كرتون مثلا. اعمل سيرش، ناخد الولد اللي بيذاكر ده مثلا اهو. لا مش بيدعم النوع ده من الملفات. تمام، نغير، أعيد المحاولة. نشوف الصورة دي، إدراك أدي الصورة عندي هنا. لو انا حابب اغير الصورة بعمل حذف، لو عايز اضيف ليها نص بضغط على تيكت وبضيفها. طب انا عايز اشوف شكل الاختبار كده شكله ايه، اعمل معاينة. ده الشكل اللي هيظهر للولاد بيه الاختبار بتاعي. عندي هنا القارئ الشامل، لو في ولاد ضعيف في القراءة او عنده احتياجات خاصة انا ممكن يضغط عليه فهيقرأ له الاختبار بتاعه. هنضغط مثلا على تشغيل كده، اختبارات مجمعة النصف الثالث. هنا هنعمل، ممكن الولد يشتغل على الكمبيوتر بس، ولا لو معاه تليفون يقدر يشتغل بيه. لا كمان لو معاه تليفون يقدر يشتغل بيه، وبيوريني شكل الاختبار هنا بيبقى عامل ازاي والولد بيشوف ازاي. هنضغط على رجوع، هنا نضغط عليها في النص كده عشان تديني. عايز بيقول لك نضيف لي وصف، ايه مثلا مدة الاختبار ساعة واحدة او مجموعة درجات مثلا 30 درجة او 20 درجة. هنا عندي إضافة جديدة، أضغط على إضافة جديد. عندي قائمة هنا في شريط في أسئلة كتير، طب عايزين نعرفها وهنعرفها بالتفصيل. عندي اختيار، عندي نص، عندي تقييم، عندي تاريخ، عندي تصنيف، عندي ليكرت، عندي تحميل ملف، عندي أسئلة تقييم تاني،
عندي إضافة مقطع. الاختيار ده، الأسئلة الاختيارات هي الأسئلة اللي هي بتتصحح يدويا، ومش محتاج المعلم إن هو يدخل تاني يصححها، بيتصحح إلكترونيا. هنضغط كده، عايزين نحط سؤال. النت هضغط على أول سؤال مثلا. نرجع كده، طيب هحذف ده. عندي إضافة جديد، هكتب سؤال نصي مثلا الأول، اسم التلميذ، اسم التلميذ، أول اسم، الاسم، باللغة العربية. لازم هنا لما أفعل الاسم باللغة العربية، لازم هنا أضغط من تحت على مطلوب. علشان يفعل لي العلامة الحمراء دي والولد ما يقدرش يتخطاه. طب هنا عايزة إضافة، هضغط هنا على السهم ده وهختار مقطع. أنا عايزاه يعملهولي زي صفحة في صفحات. هنعمل مثلا اختيار من متعدد، اختيار من متعدد، الوصف ممكن أعمله وممكن أتخطاه. هقوله اختر الإجابة الصحيحة، أعمل إضافة سؤال. هنختار من الاختياري، هكتب له كده لوحة المفاتيح، المفاتيح من وحدات، لوحة المفاتيح من وحدات ايه؟ ممكن اضيف صورة، هنشوف هنضيف ولا لا. الادخال، الاخراج. طب كده بس هكتفي بالسؤالين دول ولا ممكن اضيف اسئلة تاني؟ لا، انا ممكن اضيف اسئلة تاني. المعالجة هنا، طيب انا شايفة قدامها في سلة وفي رسالة وفي علامة صح. لازم الاختبار انا احدد للكمبيوتر هيصحح ازاي، هحط له الاجابة الصحيحة، يعني مفتاح الاجابة لازم انا اللي بحطه، الكمبيوتر مش هيعرف لوحده. عندي رسالة دي اختياري، لو عايز تعملها او ما تعملهاش. مثلا هنا هنكتب للولد اجابتك صحيحة، هنا هنكتب مثلا إجابتك، بس دي اختياري يعني مش تأثر على إيه، على السؤال.
خاطئة. هنا برضو هسيب له رسالة إجابتك. خاطئ. احنا كده حددنا الدرجة، حددنا الإجابة، مفتاح الإجابة اللي هي العلامة الصح. أعمل مطلوب، لازم أفعل مطلوب عشان الولد ما يقدرش يتخطى السؤال، لازم أحط درجة للسؤال. يعني أنا عندي كده حددت الإجابة الصح هي فين، حطيت عليها علامة صح، فعلت مطلوب، عملت النقاط. أظن كده مفيش أسهل من كده. يدوبك أنا بحدد الإجابة الصحيحة، بحط النقاط بتاعتي، بفعل مطلوب علشان الولد ما يقدرش يتخطى الاختبار بدون ما يجاوب عليه. طب ايه اللي انا شايفها دي اجابات متعددة؟ يعني ايه اجابات متعددة؟ يعني في سؤال بتختار فيه، شايفين هنا جاب لي ان السؤال اهو، وادي متحددة العلامة الصح الاجابة الصحيحة. ده طبعا مش هيشوف الولد، هيشوف الاختبار، هيشوف العلامة دي. تعال نشوف البروفيو اهو، ادي الاسم. لازم هنا اكتب اي حاجة في المربع ده عشان المقطع ده، المقطع اللي انا ضفته في الاول لازم عشان يجيب لي التالي. ادي الاختر من المتعدد وادي الاجابة. لازم اضغط على واحدة بس منهم، مش هينفع يفعل اتنين، لكن الاجابات المتعددة هيفعل لي الاتنين. طب ده شكل الاختبار كده، ده لو الولد بيستخدم التليفون، لكن لو بيستخدم الكمبيوتر وعنده الكمبيوتر بيتفرج عليه كده بيشوفه بالشكل ده. هرجع كده من الرجوع، ادي المقطع، هعمل اضافة جديد، هختار من الاختيار برضو. طب هنا عندي انا عايزة افعل اجابات متعددة، شايفين بقيت مربعات. هنا هقول له ايه السؤال، اذكر مثلا، اذكر اسماء الاشارة. هنا هختار، هكتب له هنا مثلا هو، هنا هذا، هنا هما. ممكن كفاية كده ولا هضيف تاني؟ لا اقدر اضيف تاني. هذه، يبقى انا عندي كده ممكن اضيف تاني، او ممكن اضيف تاني. اضافة خيار هؤلاء. هنا انا فعلت اجابات متعددة، فعلت مطلوب، الدرجات بتاعتي مظبوطة. فاضل ان انا احط الاجابات الصحيحة عشان الكمبيوتر يعرفها لما يصحح الدرجة. حتى لو انا حطيتهم كلهم صح، انا عندي كده 3 اختيارات صحيحة. يبقى تعالوا نشوفوا في المعاينة هيبقى شكلها. انا ممكن هنا الولد ما يعرفش ان هو الفرق بين المربعات ده والدوائر، لكن هنا ممكن اضيف له عنوان فرعي، عنوان فرعي، هقول له اختر اكثر من اجابة. تعالوا نشوف المعاينة هيبقى الشكل ازاي. التالي، شايفين اول سؤال شكله ازاي اهو، دايرة، وبحط فيها لو فعلت واحدة مش هتتفعل التانية. طب نشوف السؤال بتاعنا، مربعات اهو، وبيقول لي ادي العنوان الفرعي اللي انا ضفته، ادي الدرجة محطوطة، ادي ان انا مفعلة مطلوب محطوطة. هكتب كده، هضغط على هذا، اتفعلت معايا. هذه اتفعلت معايا. هؤلاء، حتى لو علمت عليهم كلهم هيتفاعلوا معايا، بس انا طبعا انا حاطه ايه، مفتاح الاجابه الصحيح للكمبيوتر. هنرجع،
أضيف سؤال جديد، هنروح للاختياري برضو. احنا عايزين نشوف المزيد من الإعدادات هنا. طالب ايه مني؟ عندي القائمة المنسدلة، ممكن نختار القائمة المنسدلة. هنكتب في السؤال العنوان الفرعي ده انا مش عايزاه، طيب هنا بضغط عليه بشيله، بدل ما هو عليه علامة صح انا بشيله. بكتب السؤال من اهتم بتعليم توماس إديسون. والده، الاختيار الثاني، جده، الاختيار الثالث، أمه. هنختار أمه، هي الإجابة الصحيحة أمه، دي حطينا عليها علامة صح. هنا فعلنا مطلوب، هنا عندي ايه الدرجتين. هنكمل كده، هنضيف جديد اختياري، هنشوف هنا ايه المطلوب تاني. القوائم اللي عندي، عندي رياضيات، هضغط عليها. بيقول لي هنا ايه السؤال، ادخل المعادلة، ما ناتج جمع 5 5 مثلا زائد 10 مثلا؟ هقول له اوكي. طب ايه الاجابة؟ دخل لي الاجابات الصحيحة. هندخل هنا، هكتب له هنا في الاجابة الصحيحة 5 مثلا، اوكي. التانية 15، اوكي دي الإجابة الصحيحة. أضيف واحد تاني، 5، 8 هنا، وبفعل مطلوب. مطلوب والدرجتين محطوطين، وانا حطيت علامة صح. تمام، هضيف سؤال تاني. اختياري، اداني نفس السؤال كده رياضة، بس انا مش عايزاه. نلغي من تحت كده من مطلوب، هلغي رياضيات وهلغي العنوان الفرعي مش عايزاه. طيب انا عندي السؤال ده، انا مش عايزاه، فبعمل له ايه؟ بعمل له حذف من هنا. طب انا لو السؤال ده عايز اطلعه فوق او انزله تحت، اعيد ترتيب الاسئله، انا بعيد ترتيب الاسئله من اعلى واسفل، مش عايزاه بضغط على السله. لو عايزه انسخ منه نسخه تاني بعمل نسخ، اهي هنبص كده، جات لي منه نسخه تاني من السؤال ده، هو اهو هو فاضي، فجات لي نسخه تاني. انا هعمل كده واحذف ده، وهنزل احذف التاني، هعمل إضافة جديد. السؤال النصي، السؤال النصي ده غالبا
بيبقى عايز تصحح يدويا. هنشيل القيود وهنشيل العنوان الفرعي. هنا مثلا هقول له ايه للولد، اكتب ما لا يقل عن 3 أسطر عن أهمية السياحة في مصر. طبعا انا هنا دي اجابة ذاتية، انا مش هقدر احط اجابة واحدة لان كل واحد ليه رأي مختلف عن التاني، فانا مش هقدر اظبط الاجابة بتاعته. انا هفعل مطلوب وهو السؤال ده هيتصحح يدويا، مش هيتدخل فيه الجهاز. لما ترجع لك الاستجابات حضرتك هتدخل تحط الدرجة، لو لقيت الاجابة صحيحة هتغذي الدرجة بايدك. فمعظم المدرسين مش بيحبوه علشان ايه الولد ياخد النتيجة بتاعته مباشرة، فبيستخدموا السؤال المتعدد. عندي هنا مثلا هقول ايه، ما عاصمة جمهورية مصر العربية؟ طب عايزين اجابة، ما عاصمة جمهورية مصر العربية؟ طب هنا هكتب القاهرة بس، أضف إجابة القاهرة بالتاء المربوطة. ممكن ولد تاني يجاوب، أعمل إضافة إجابة القاهرة من غير تاء مربوطة، بهاء مربوطة. ممكن ولد تاني يجاوب مدينة القاهرة. أنا هتوقع الولد ممكن يكتب إيه، لأن لو كتب حرف ناقص اللي الكمبيوتر يحسبه له غلط، مدينة القاهرة. طيب ممكن تاني، أتوقع تاني إن الولد يكتب المدينة والقاهرة بالهاء المربوطة، مدينة القاهرة. كل التوقعات دي، وعشان تدخل بعد كده حضرتك هتصحح السؤال ده بطريقة يدوية. إضافة سؤال، ممكن أضيف تاني سؤال تاني، ما عملة المملكة العربية السعودية؟ ممكن ولد يكتب، أضف إجابة، الريال. ممكن ولد تاني يكتب ريال. ممكن ولد تاني يكتب الريال السعودي. أتوقع إجابة الولاد، علشان أنا لو أي حاجة اتكتبت غير كده هيحسبها له غلط. يعني لو الولد كتب الريال السعودي هتبقى غلط، لو كتبها من ألف من غير ألف واللام هتبقى غلط. فأنا أتوقع إجابات إيه الولاد عشان يقدر الكمبيوتر يصححها. أدي الدرجة محطوطة بس هو هيصحح يدوي. نشوف هنا الاعدادات بتاعته. هنا عندي قيود. طب يعني ايه قيود دي؟ مثلا هنحط هنا سؤال، هنخلي الرياضيات جذر مثلا، أجب عن السؤال الآتي، المعادلة
هكتب جذر 4 في 25 مثلا، اقول له اوكي. طيب هنا الاجابة ايه يا ولاد؟ ممكن نجاوب؟ هدخل له الاجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة هقول له 27. 27. طيب في ولد هنا ممكن يكتب لي 27 باللغة العربية. لا أنا مش عايزة كده، أنا عايزة رقم. أروح عاملة له قيود، يعني لما يدخل هيدخل رقم بس، مش هيقدر يدخل باللغة العربية. يعني إضافة جديد. ده كده احنا خلصنا سؤال النصي. سؤال التقييم هنا ده سؤال تقييمي، يعني كل أي حاجة هيكتبها المشترك هتبقى صحيحة. ما رأيك في برنامج مايكروسوفت فورم مثلا؟ اي حاجة فيها اراء. هنا عندي المستويات ممكن من 1 3 4 5. انا مثلا عايزة 3. طب عايز نجمة ولا رقم؟ ممكن عايز نجمة تختار، عايز رقم هيبقى بالشكل ده، اللي يريحك بتعمله. هنا عندي المطلوب، عندي تسمية، يعني أنا مش عارف مين اللي هو هختار تسمية، مين التلاتة هو الكويس ولا الواحد هو الكويس ولا ايه. هكتب 1 ضعيف مثلا أو مقبول. التاني ممتاز، نمرة 3 ممتاز. كده احنا عملنا السؤال التقييمي، ده سؤال تقييمي أي إجابة بيكتبها الولد هي صحيحة. بفعل مطلوب، بحط الدرجة، لكن هي أي حاجة فيهم هيكتبها هي صح وهصححه يدوي. عندي سؤال التاريخ، ده سؤال مهم لمدرسين إيه التاريخ. هضغط عليه هكتب له مثلا متى قامت الحملة الفرنسية على مصر. هنا انا مش عايزة عنوان فرعي، شيل العنوان الفرعي. هنا هيجيب لك زي اجندة هتختار منها التاريخ. تعال نشوف في حاجة تاني هنا في المطلوب. لا، اضافة تفريع هناخده في واحد تاني. إضافة جديد. عندي هنا سؤال التصنيف. سؤال التصنيف ده يعني سؤال الترتيب، هنختار سؤال وهنرتبه. مثلا ما
هنختار سؤال ترتيب هنا، ما ترتيب رؤساء مصر؟ احنا هنا نكتبهم بالترتيب، لكن الكمبيوتر هيظهر لنا الولاد بشكل عشوائي. هنشوف كده، هنكتب جمال عبد الناصر، محمد نجيب، محمد نجيب. السؤال التاني، جمال عبد الناصر، السؤال الثالث، أنور السادات، إضافة خيار محمد حسني مبارك. هضيف سؤال تاني، هضيف اختيار تاني، عبد الفتاح السيسي. هنا كده ادي الدرجة محطوطة وادي المطلوب متفعل. هو السؤال هيروح للولد، هنشوف المعاينة كده هتيجي ازاي. هنشوف السؤال هيروح للولد شكله ازاي. لازم اكتب حرف علشان يعديني من المقطع. شايفين هنا لازم اختار اجابة واحدة، مش هيفعل لي اتنين. ادي السؤال الاختيار من متعدد، مربعات مش دوائر، بيفعل لي كذا واحدة ممكن اختار. هنا دي القائمة المنسدلة بختار منها. هنا ما ناتج جمع 5 + 10؟ 15. وادي درجتين وادي متفعل. اكتب ما لا يقل عن 3 أسطر. ده السؤال الطويل، عايز اجابة طويلة. هنا ما عاصمة جمهورية مصر العربية؟ ما عملة السعودية؟ اكتب ما رأيك. شايفين هنا سؤال التاريخ عطاني زي كالندر، بختار منها التاريخ. ترتيب الرؤساء انا كنت كاتباهم مرتبين، هو لخبطهم، فانا هاخد بالترتيب. ممكن اخد بالسحب والافلات كده. اهو، او اتحرك بالاسهم كده كده كده. انا رتبتهم سواء بالسحب والافلات او بالاسهم. لو انا عايز اشوفه بالكمبيوتر كده، لو بشكله في التليفون الولد بيكون بالشكل ده. نرجع هضيف سؤال جديد إضافة. خدنا سؤال التصنيف، دلوقتي هناخد سؤال الكريت. ده سؤال من أسئلة التقييمات، وعشان كده مش بحط له إجابة عندي، بس ممكن أستخدمه عندي في العربي. هقول له إعراب كلمة محمد في الجمل الآتية.
هنا الجملة الأولى هكتب ايه؟ شرب محمد اللبن. والخيار الأول هروح أعدله كده، لو مش عايزاه بشيله، فعل تاني، فاعل التالت، مفعول به، الرابع اسم مجرور، الخيار الخامس مش عايزاه بشيله، بعمل له ايه؟ حذف، بضغط عليه وبعمل له حذف. يبقى ادي الجملة الاولى. طب هحط جملة تاني، رأيت محمد، حط جملة تاني، ممكن نضيف جملة تاني، ممكن ذهب أخذ محمد القلم من معلمه. ممكن ادينا هنضيف الجملة كده وهنتحرك من هنا. عندي فعلت مطلوب، عندي درجتين، بحط الإجابة الصحيحة. لو انا عايز احذف واحد لو انا عايز احذف واحدة من الإجابات دي، بضغط عليها وبحذفها. عايز اعمل إضافة جديد، سؤال، ده سؤال تحميل الملف. هنا مش متنشط عندي ليه؟ لأن لازم يكون المشاركة اللي احنا قلنا عليها، يكون اللي بيستقبل الاختبار ده الناس في مؤسستي فقط. تعال نشوف كده، مشاركة في الإعدادات، سوري الإعدادات، يمكن لأشخاص من مؤسستي فقط. أنا فعلت الاختيار ده، تعال نشوف كده. اهو تفعل معايا، اديله موافق. هنا بيقول حمل، ده زي الابحاث اللي كانت السنة اللي فاتت. حمل بحثك هنا. عايز طب كم ورقة في الملف ده؟ كم عدد؟ 1 2 3 براحتك. عايز طب أقصى حد ليه ايه؟ 10 ميجا بايت ولا 100 ميجا بايت ولا 1 جيجا بايت؟ خليها مثلا 100، أنا حددتها للولد. عندي الدرجة محطوطة، بس برضو السؤال ده هيتصحح يدوي. المطلوب معمول. طيب هنا من المطلوب عايز أنا أعرف الولد ده هيطلع لي هيرفع لي ايه بالظبط. هختار نوع الملف، حضرتك عايز وورد ولا اكسل ولا باوربوينت، بي بي تي باوربوينت ولا بي دي اف ولا صورة ولا فيديو ولا صوت. انا هحدد مثلا بي دي اف علشان الولد ما يقدرش يبعت لي اي حاجة تانية غير مثلا البي دي اف او الاكسل، او احدد جزء او احددهم كلهم. فاشوف حضرتك طالب من الولد ايه وفعله علشان تحدد مشاركات الولد. تمام، انا السؤال ده هلغيه لان كده محدش هيقدر يشترك في الفورم غير اللي من مؤسستي فقط. فانا ادي شكل السؤال اهو، ده شكل السؤال اللي رايح للولد وهيحمل، يضغط عليه هنا وهيحمل الملف بتاعه. بس انا عايز الغي السؤال ده، نلغي السؤال من حذف. اضافة سؤال، فاضل عندنا هنا سؤال التقييم برضو. هنا بيقولك ما احتمالية اقتراح استخدام التطبيق على صديق او زميل. هنا ممكن اغير، هنا عندي من 0 لغاية 10،
هنا ممكن كل اللي بغيره هي الجملة دي، ضعيف مثلا ممكن اعملها ضعيف، وهنا ممتاز. ده سؤال من أسئلة التقييمات. كده احنا خلصنا الأسئلة، ما عندناش أسئلة تاني، كل الأسئلة شرحناها. تعالوا نشوف المعاينة. لازم أدخل حرف هنا علشان يحل لي، أو أكتب اسم محمد مثلا أحمد. أعمل التالي: لوحة المفاتيح من وحدات الإدخال. كده السؤال بيظهر للولاد كده. أسماء الإشارة مش هحل كله صح، هختار كده. من اهتم بتعليم توماس أوديسون؟ أمه. ما ناتج جمع 5 + 10 = 15؟ اكتب ما لا يقل عن 3 أسطر عن أهمية السياحة في مصر. مصر بلد سياحي جميل، وجوها معتدل، وتأتي السائحين من شتى أرجاء العالم لزيارتها مثلا. عاصمة مصر، جمهورية مصر العربية، القاهرة. هنا الريال، أو خليها الدينار مثلا. حلها غلط. هنا 27. ممتاز. تاريخ، اختار اي تاريخ. الترتيب محمد نجيب كان الاول. محمد نجيب بعده جمال عبد الناصر. ممكن استخدم السحب والإفلات. بعده أنور السادات. كده احنا رتبنا الأسئلة كلها. لا لسه. شرب محمد اللبن. محمد فاعل. رأيت محمد مفعول به. أخذ محمد فاعل. هنا ممكن نختار ده. اي اختيار هيتحسب صح. هنا ارسال ايصال بالبريد الالكتروني. تمام، ارسال. كده الولد هيعمل الاختبار بنفس الطريقة دي. وادي في الجوال الكمبيوتر بتجيله بالطريقة دي الاسئلة. وكده يبقى احنا انتهينا من عمل الاختبار الإلكتروني. يمكن لأي شخص يصلح الإعدادات.
قبول الاستجابات. كده شكل الاختبار بتاعي. انا باخد اللينك بتاعي من هنا وببعته للولد على الواتس، على التليجرام، على المكان اللي انا عايز اشتغل فيه معاه. في هنا ده الاختبار بتاعي. عايزين نعرف معلومة مهمة، انه بيتم الحفظ اوتوماتيك. انتهينا من الاختبار، ورب يكون التدريب ممتع واليوم عجبكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.